دكتور. يا هلا اهلين. خمسة مشاركة. نعم. وإيش كمان؟ بس وخمسة على شو اسمه على الميت. إن شاء الله. والعشرة اللي قدمنا فيها كويز هاي. هاي العشرة. تمام دكتورة. والأسايمنت اللي اعطيتينا اياه الأسايمنت خمسة عليه. اكتبوا لي اي شيء بتعلق بالتجميل. انا في طالب سألني دكتورة. انا سلمت لك اياه على التيمز. زينب بكتها انت ما كنت منزلة أسايمنت على التعليم الالكتروني؟ لا على التيمز انا باخذهم من التيمز بحطهم بملف عشان يضلوا عندي ملف للأسايمنت. انا مسلم بهالحاله. طيب انا بس قبل ما احط العلامات بطلب من الجميع يرد يسلم لي اياهم مره ثانيه علشان يعني ما اقعد ادور في من يعني ده طلاب من زمان. بس قبل باسبوع بحكي لكم بعثوا لي الاساينمنتس كلكم ان شاء الله. ان شاء الله دكتوره يعطيك العافيه. دكتوره هلا ضايل تقريبا اسبوعين يعني حوالي 4 محاضرات. نعم. الاسبوع الجاي بيكون فاينل لابات. احنا كم ضايلين تشابتر هلا؟ خلينا نخلص البيجمنتيشن بعدين بنعمل الوبيشيا بعدين يمكن اكني بيضل علينا او سانسكرين مش عارفه يا اكني يا سانسكرين بتصور اكني يمكن. لان انا بتذكر انهم كانوا 14 شابتر فانا قلت ضايل علينا 4 شاباتر او 5 شاباتر في هلا الالوبيشيا انا تقسيمي للمحاضرات غير عن الدكتوره نسرين. هلا الامتحان الفاينل رح يكون موحد رسمي. نعم نعم نعم. وفي دكتورة بالنسبة للامتحان موحد الشابتر الأول كاين فيه اختلافات بين مادتك ومادة الدكتورة نسرين. نفس المادة؟ لا نفس المادة. دكتورة اللي هو السؤال اللي احنا خربطنا فيه كانت معتبرة اللبستيك لا مش اللبستيك الديودرنت من الكوزموسوتيكال واحنا اعتبرناها لا احنا اتفقنا انه الديودرنت از كوزماتيك وهي موجوده في النوتس تبعتي وتبعتها نفس النوتس. لا الدكتوره لانه بالنوت تبعها هي كاتبه انه الديودرنت مثال على ديودرنت في الكوزموسوتيكال. اذا بدك بصورها لك سكرين صوري لي اياها. بس هي الانتي بيرز لانه انه يعني اصلا هاي الشابتر 1 من نوتاتي يعني نوتاتي فالمفروض إنه نفس النوتس تاعوني بجوز ديودرنت أنتي بيرسبرنت. عرفتي لأنه في مرات you can consider ديودرنت أنتي بيرسبرنت but not the opposite إنه الأنتي بيرسبرنت ديودرنت لأنه ممكن يكونوا فيهم يعني الكحول مثلا على أساس تمنع الباد أودر وفيهم مادة تمنع الفانكشن أوف ذا مش السيبيشس جلانز هي تاعون الابوكرين جلانز تاعون البيرسبيريشن. بشكل عام نعتبرها كوزماتيك فقط. نعم ديودرنت كوزماتيك بس الانتي بيرس اذا كانوا كاتبين في البرودكت ديودرنت انتي بيرسبيرنت لا هون بصنفها كوزموسوتيكال يعني امرار عشان يلخبطوا او يعني احنا يعني الهدف دائما يعني احنا بالجي اف دي اي بنواجه هاي المشكله انه المانيفاكتشرر بده يحط البرودكت تبعته يصنفها تجميل عشان ما نطلب منه متطلبات اعلى وفيها دفع اكثر فعشان هيك بحاول يعني يلعب في الكليم على اساس انه يقول لك انه هاي مش تجميلي صيدلاني انها هي تجميلي لكن احنا بنعرف من الانجريدينتس ايش فيها وهل هي انتي بيرسبيرنت ولا بس ديودرنت. تمام دكتور. بس ديودرنت is cosmetic. هلا لبستيك with sun block with SPF بتصنفيها سوتيكال مع انه اللبستيك cosmetic اي شيء color products هم عباره عن cosmetic preparation بس اذا فيهم ماده مثلا زي فيها نفرض sunscreen agent صنفناها بنصنفها وقتها سوتيكال وبنخليهم يدفعوا انها سوتيكال. تمام دكتور. أوكي. احنا اخر اشي وصلنا هون المانجمنت اوف ميلازما حكينا الستاندرد او الريفرنس دراج هو حقيقة هو دراج لانه احنا هلا الهيدروكينون كان زمان زي ما حكينا بكونسنتريشن 2% واقل يصنف تجميل هلا كله حتى لو 0.1% الكونسنتريشن اوف شفت انا هيدروكينون بالفورمولا دغري بحوله دراج اتس نوت حتى لا كوزموسيتيكال ولا كوزماتيك الأسباب واحد من الأسباب بسبب السيفتي of the hydroquinone لقوا إنه هو بيشتغل أو بعمل ميوتوجينيسيس
أو بأثر عن أن أنيمال بأثر أو كارسينوجينيك أن أنيمال. كيف الميكانيزم تبعته أوف الهيدروكينون؟ هلأ الهيدروكينون إذا متذكرين شكله إحنا حكينا هو عبارة عن داي أو بارا أو داي هيدروكسي بنزين، عنده تو هيدروكسيل جروب على الأوبوزيت تو إيتش أذر، فبالتالي هاي الفينول جروب اللي هي بتشبه الفينول جروب تاعت التيروسين. تتذكروا حكينا إحنا البيلدينج بلوك للميلانين إن كانت إيوميلانين أو فيوميلانين اللي هي التيروسين، بصير له أكسيديشن بتحول لدوبا. فمين طبعاً بيشتغل عليهم؟ من الإنزيم اللي هو التيروزينيز. فبالتالي هذا الهيدروكينون تعتبر أنالوج للميلانين بريكرسر اللي هو مين؟ التيروسين. فالهيدروكينون act as an alternative substrate، يعني as a false substrate. بروح بشوفه التيروزينيز بروح بعمل له هو أكسيديشن بدل ما يعمل لمين؟ للتيروسين، وبحوله للدوبا والدوبا كينون، وبعدين لفوليمر أوف فينولز اللي هم الإيوميلانين والفيوميلانين. فأول ميكانيزم إنه act as a false أو an alternative substrate to tyrosinase. أوكي؟ هاي أول ميكانيزم. تاني ميكانيزم طبعاً رح يصير له أكسيديشن. لما يصير له أكسيديشن الهيدروكينون رح يتحول إلى كينونز. رح يتحول إلى كينون. لما يتحول إلى كينون رح يطلع فري راديكال. رح يطلع روس. هذه الروس أو الفري راديكال بتعمل دمج للليبيد ميمبرين. ومين ملزق بالليبيد ميمبرين؟ التيروزينيز، لأنه التيروزينيز is a membrane bound protein، وبالتالي رح يعمل dissociation للتيروزينيز وما بيشتغل التيروزينيز. إذن الميكانيزم الأولى act as a false substrate to tyrosinase. تاني ميكانيزم it generate reactive oxygen species that damage the lipid membrane اللي bounded لإله التيروزينيز. هلأ في عنا other مسميها إحنا putative mechanisms أو purported mechanisms أو supposed mechanisms اللي هي بعمل irreversible covalent binding مع الهستادين أو الكبر اللي هو الموجود على active sites of tyrosinase. يعني وين الفوكس تبعه؟ tyrosinase. ف it binds covalently مع الهستادين أو الكبر active sites of the tyrosinase. تاني purported mechanism بيعمل inhibition the DNA والRNA synthesis in the melanocytes. طبعاً لما يعمل inhibition the synthesis of melanocytes رح يعمل destruction كمان للميلانوسايتس. طبعاً هون بيعتمد كتير على the concentration of hydroquinone. Another mechanism it alter the melanosome formation and its structure. وبالتالي إذا الميلانوزوم affected لأن هي small factory للformation of melanin، وبالتالي راح يتأثر الميلانيزيشن أو amount of melanin produced. Another mechanism increase degradation of melanosome within الكيراتينوسايتس أو within the melanocytes، لأنه الميلانوزوم موجودة في الميلانوسايتس اللي موجودة في الكيراتينوسايتس. Decrease or increase the degradation of melanosome rate in the melanocytes اللي موجودة in the melanocytes اللي موجودة within the keratinocytes. Okay. إذن الميكانيزم الأولى إنه false substrates. الميكانيزم الثانية بعمل ROS. الROS بتأثر على lipid membrane بتكسره. الميكانيزم الثالثة بعمل irreversible binding مع الهستادين والكبر اللي هم active sites of the tyrosinase. بعملوا inhibition the DNA والRNA synthesis في الميلانوسايتس وبالتالي destructive melanocytes. They affect the melanosome formation and they degrade the melanosome اللي تكون already. طبعا الميلانوزوم عبارة عن إيش؟ الميلانوزوم عبارة عن aggregation of enzyme. Okay. Aggregation of enzyme اللي فيه بصير التصنيع الميلانين. قديش الconcentration of hydroquinone
طبعا المفروض يكون من 3% ل 4%، طبعا ممكن يكون اقل كمان من 4%، يعني مش شرط 4%، ممكن 2% 1%، يعني المهم انه الكونسنتريشن لا يتجاوز ال 4%. هذا بعمل temporary lightening. برضو من ضمن الشغلات اللي لازم تتذكرها انه بيصير عند البيشنتس اللي بيستخدموا الهيدروكينون شيء اسمه they will develop شيء اسمه tachyphylaxis. tachyphylaxis شو يعني tachyphylaxis؟ دكتور البارحة قرأتها بس نسيتها والله. هي عبارة عن acute or rapid decrease in response. مين ذكرنا كمان بيصير فينا destruction أو decrease للresponse؟ ذكرناها من ضمن البرودكتس اللي أخذناهم. الألفا هيدروكسي أسيد متذكرين حكينا في هوليدي، لازم دائما تحكي للمريض إنه ما يستخدمه أكثر من كأنه وقتها قلنا شهرين ونص. هلأ نفس الشيء هذا رح يصير في عنا rapid decrease in the response اللي هي منسميها tachyphylaxis، فعشان هيك يفضل إنه يستخدمه لمدة أقل من 6 months ويعمل holiday 1 month holiday علشان يرد السكن تتعو أو يعني تعمل response للإفكت. اوكي هاي معناتها كيف الاكسس. فهي من الشغلات اللي بتنصحها للمريض مش ضله يستخدمها، تستخدم الهيدروكينون طول السنه، تستخدمه نفرض اقل من 6 اشهر 4 اشهر 5 اشهر، تعمل بيريد ترتاح فيها شهر عشان يرد يصير في عنا ريسبونس. اوكي هاي اسمها كيف الاكسس. هلا من الديريفاتيفز اوف هيدروكينون اللي هو اسمه مونو بنزل إيثر أوف هيدروكينون، اختصاره MEH أو MBEH، مونو بنزل إيثر أوف هيدروكينون. طبعا هذا اسمه الثاني مونو بنزون. مونو بنزون هذا بعمل irreversible depigmentation. Irreversible depigmentation. فعشان هيك you have to be careful لما تستخدم الديريفاتيفز هذا الإيثر ديريفاتيفز أوف هيدروكينون، لأنه بعمل irreversible depigmentation. فبالتالي it is limited only for generalized depigmentation in patients اللي عندهم vitiligo. الناس اللي عندهم بهاق ممكن الدكتور يعطي المونوبنزل إيثر عشان يعمل whitening، لأنه بعمل irreversible depigmentation لكل المنطقة اللي فيها بقع البهاق. ليش بيشتغل هيك؟ لأنه هو حقيقة بيصير له selectively uptaken by الميلانوسايتس بعدين بيصير له metabolism the free radical إذن taken by the melanocytes metabolized to free radical اللي بتعمل لنا permanent destruction للميلانوسايتس. إذن selectively uptaken by الميلانوسايتس metabolized to free radicals that will irreversibly damage الميلانوسايتس. اسمه مونوبنزون. اوكي نشوف اذا في اشياء مش كاتبتها عشان نكتبها، نشوف النوتس نكمل. Under no circumstances you should give the patients the monobenzal ether of hydroquinone for treatments of melasma. لأنه شو حكينا بيعمل لنا permanent أو irreversible loss للpigments، بيعملنا damage للميلانوسايت، وبالتالي ممكن the patients will develop disfiguring spotty lycoderma. شو يعني lycoderma؟
ليكوديرما معناها هايبو بيجمنتيشن، هايبو بيجمنتيشن، فبصير المريض عنده مناطق بيضة يعني، وهي irreversible. حتى بقول لك هاي الليكوديرما ممكن تكون at sites away from the sites of application بسبب الabsorption، ممكن تكون موجودة في مناطق، حتى انت نفرض عملت بمنطقة بالفيس دهنت عليها المونوبنزل إيثر، ممكن يصير بمنطقة بعيدة شوي يصير لها كمان destruction، وبالتالي راح يصير فعنا الformation of ليكوديرما. هاي اللي حكينا عنها إنه بسبب الميوتوجينيسيتي أو التيوموروجينيسيتي of hydroquinone، فبالتالي في safety concern about the using of hydroquinone. مثلاً اليوروب committee and formulation they banned the use, banned يعني منعوا the use of hydroquinone in cosmetic preparation. عشان هيك احنا بصراحه we follow اصلا European regulation، وبالتالي it should be given only under prescription under the supervision of a physician او a dermatologist. اوكي خلينا نكتب شويه معلومات عن كمان ما مش موجوده عندكم يعني بتفيدكم كمان في المستقبل. بالنسبة للهيدروكينون، أول إشي من الشغلات اللي بدك تحكيها للمريض زي ما حكينا you should use it less than 6 months to decrease the risk of ليكوديرما أو hypopigmentation less than 6 months، وبعدين نعمل holiday 1 month. الهوليدي 1 مانث عشان هاي عشان التكيفيلاكسز، والليس ذان 6 مانث عشان كمان الفورميشن اوف ليكوديرما. ليكوديرما زي ما حكينا هايبو بيجمنتيشن، سبوتي هايبو بيجمنتيشن. اشي تاني نعرف انه الهيدروكينون اذا بدك تحضره انت في الصيدلية تعرف الفيهيكل اكتر شيء بدوب هو او الفيهيكل سوتابل فور هيدروكينون، يفضل نستخدم هيدرو الكحول فيهيكل. فبتدوبه مثلا هيدرو الكحول فيهيكل، بتدوبه مثلا بإيثانول، ممكن تدوبه كمان ببروبيلين جلايكول أساس إنك أنت يعني يدوب وتحطه في البيزك كريم اللي بدك تحطه فيه. يفضل نستخدم أنتي أوكسيدنت أو تضيف بالفورميلا أنتي أوكسيدنت زي فيتامين سي مثلا، وأنذر إكزامبل أوف أنتي أوكسيدنت أور صوديوم باي سلفايت، صوديوم باي سلفيت. هدول الانتي اوكسيدنت they increase the stability of hydroquinone، they increase its stability. طبعا اذا البيشنتس كمان هاي نقطه ما بعرفش اذا ذكرت من قبل انه عاده الهيدروكينون easily oxidized، فانت you should use الفورميلا for 1 month. يعني لما يصير في عندك change in color تعرف إنه صار في عنا degradation للهيدروكينون، وبالتالي المريض لازم يستخدم علبة تانية أو يعني تحضيرة تانية عشان ما لأنه هو بيصير له degradation ما يكون بالفورميلا نفسها free radicals اللي راح تعمل damage للسكن، وبالتالي راح تعمل طبعا احنا الهدف تبعنا مش بس اني اقلل البيجمنتيشن، كمان ما يصير عندي السكن ايجينج لانه الفري راديكال تعرف تعمل سكن ايجينج. هلا كمان من الشغلات اللي لازم تتذكرها انه it may cause، اللي هو احنا عم نحكي عن الهيدروكينون may cause ايش بنسميه exogenous أوكرانوسيز، exogenous أوكرانوسيز. شو يعني أوكرانوسيز؟ أوكرانوسيز معناها بين قوسين discoloration
by deposition of إشي اسمه الكابتون بادي. الكابتون باديز. فبالتالي يعني أنت ما استفدت، إحنا اتفقنا إنه بدنا نعالج البيجمنتيشن، فإذا صار في عندي deposition of الكابتون باديز رح يأثر، رح يصير في عندنا discoloration أو pigmentation. كمان this will result in هاي الأوكرونوسيز، this will result in loss of skin elasticity. وكمان بتأثر على الهيلينج skin elasticity and impair الهيلينج of the skin. إذا تعرضت لووند أو إشي فإت impair its healing. هاي كلها الانستركشنز بدك تنبهها للمريض، وخصوصا طبعا هاي كلها على هاي كونسنتريشن، يعني 5-6% كونسنتريشن. اوكي، اذا حكينا ريفرنس دراج هو الهيدروكينون. هلا السكند دراج يوزد للهايبوبيجمنتيشن اللي هو فيتامين اي او ريتينويك اسيد او تريتينوين. طبعا اجين هذا ايش؟ دراج. شو بيشتغل؟ بيعمل انهيبيشن للتايروزينيز ثرو انهيبيتنج الانزيم ترانسكريبشن. ثاني اشي انهيبيت الدوبا كروم كونفرجن that results in decrease in melanin synthesis. وثالث إشي هو antioxidants، وبالتالي reduce ال oxidation. وهاي الثالثة مش موجودة. أربعة خليها أربعة antioxidants ف decrease the oxidation أو the formation of free radicals. وآخر إشي إنه it reduces the hyperpigmentation عن طريق الكيراتوليتيك افكت او ديسكواميشن. هدول فور ميكانيزم للتريتينوين as whitening agents. inhibit the tyrosinase, inhibit the dopachrome conversion and keratolytic effect. واخر اشي اللي هي antioxidant property له، وبالتالي بمنع الاكسيديشن او free radical formation. نفس الشيء range من 0.05 ل 1.1%، هاي معروفة وطبعا موجود على شكل كريم أو على شكل جل. والسايد إفكت نفس ما حكيناها وقت ما حكينا عن التريتينوين، redness، إريديما، peeling. وطبعا ممكن يصير في عنا بسبب الانفلاميشن، واحد من الأسباب اللي بتأدي إلى الفورميشن أوف بيجمنتيشن اللي هي انفلاميشن، فممكن يصير في عنا هايبر بيجمنتيشن بسبب الانفلاميشن، وهذه كلها reported. أفضل إشي دائما عادة الديرماتولوجيست بيعملوا وصفة أو بكتبوا وصفة combination بين هيدروكينون وريتين A وكورتيزون. طبعا مش شرط هدول الكورتيزون، وفي منهم بخلطوا معهم كمان ألفا هيدروكسي أسيد. هدول يعتبر يعني the best combination عادة لما يستخدموهم للtreatments of pigmentation. الأزاليك أسيد برضو هي third example of drugs. هدول found عادة في يعني naturally in wheat القمح وبالبارلي والري، القمح والشعير والبارلي اللي هم الأزاليك أسيد. كيف بيشتغل؟ خلينا نشوف. أول إشي هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن straight chain saturated ما فيها double bond، سبع كربونات dicarboxylic acid، يعني هيك شكله، عنده سبع كربونات وهدول السبعة وفيه carboxylic acid من الشقتين، 1-2-3-4-5-6-7 وcarboxylic acid dicarboxylic acid، هون carboxylic acid وهون carboxylic acid وما فيهم دبل بوند. هذا بنسميه أو هو اللي هو أزاليك أسيد، دايكاربوكسيليك أسيد. شو بيشتغل؟ كيف بيشتغل أزاليك أسيد؟ أنا أمحي لأنه عشان تكون في الموضوع. inhibit التايروزينيز
activity through interfering with the DNA synthesis and mitochondrial activity in hyperactive and abnormal melanocytes. إلو anti-proliferative and cytotoxic effect on the melanocytes. يعني هو بيشتغل بس على الactive melanocytes أو hyperactive melanocytes. طبعاً هو بيشتغل بعمل inhibition للDNA synthesis زي ما حكينا of abnormally pigment producing cells وبعمل killing لهدول الميلانوسايتس. الconcentration تبعه من 15-20% للtreatments of ميلازما. طبعاً إحنا بنستخدمه كمان للأكني بهذا الconcentration 15-20% treatments of acne vulgaris. ما عنده side effects يعني irritation وما بعمل depigmentation in normally pigmented skins واللي عندهم يعني freckles اللي هو النمش اللي عندهم liver spots اللي هي senile lentigens liver spots معناها senile lentigens نيفاي برضو نوع من أنواع الشامة وبالتالي زي ما حكينا it is selective للأنتي أو إلو أنتي proliferative and cytotoxic action on abnormal يعني on very أو reactive أو hyperreactive melanocytes. فبالتالي إذا كان عندنا pigmentation بسبب مش لhyperactive زي الفريكلز The hyperactive melanocytes ما بعمل inhibition لإلهم. مشكلة الأزيليك أسيد إنه response very slow. فعشان نحسن response عادة إحنا بنعمل combination therapy. خصوصا الcompounds اللي فيها اللي إلها keratolytic property. فمثلاً تريتينوين إلو كيراتوليتك بروبرتي ومع الأزيليك أسيد they are more effective than أزيليك أسيد alone. إذا الأزيليك أسيد نعرف أول إشي إنه هو بيجي naturally أو found in wheat وري وبارلي وحتى في بعض اليست زي البيتيروسبورم أوفال وبعمل inhibition للDNA synthesis of abnormal pigment producing cells والconcentration تبعه 15-20% وبرضه اسمه مستخدم للأكني ويفضل أو الريسبونس فيري سلو ما بعمل إريتيشن أو إريدما أو دراينس يفضل استخدامه مع كيراتوليتك إيجنس أدر كيراتوليتك إيجنس زي الألفا هيدروكسي أسيد أو زي الفيتامين إيه. الأربيوتين هو عبارة عن هيدروكينون معمول له يعني الهيدروكسيل جروب هاي عاملة جلوكورين بنسميها احنا جلايكوسيديك لينكج مع انذر مع شوجر اوكي جلايكوسيديك لينكج مع شوجر فايت از هيدروكينون بيتا دي جلوكوبايرينوسويدز مع انذر شوجر اللي هو بايرينويد شوجر طبعا هدول ناتشرالي برودوسد أو extracts من البربري من الويت من البيرسكن كلهم فيهم اللي هي بيتا أربيوتين هلأ لازم ننتبه وإحنا هاي بنسألها بالفورميلات لما تجينا فورميلا حاطت الفورميليتر فيها أربيوتين نسأله هل هي بيتا أربيوتين ولا هل هي ألفا أربيوتين لأنه إذا كانت بيتا أربيوتين ممنوع A ban on the use of beta-arbutin ليش؟ لأنهم unstable و easily degraded أو release الهيدروكينون لأنهم هم كهيدروكينون فبصير عندنا destruction للglycosidic linkage easily وبتتحول back للهيدروكينون وإحنا اتفقنا الهيدروكينون is what? Is drug لكن الألفا-arbutin more stable وبالتالي ممكن نقبله في مستحضرات الكوزموسوتيكال more stable
طبعا عادة الألفا أربيوتين هي السينتاتيك ون، فبنسألهم أنت حاطت أربيوتين شو نوعها، ألفا ولا بيتا؟ طبعا أنا بإمكاني أصنع كمان بيتا أربيوتين. إذا كانت ألفا مسموح، بس إيش بنصنفها؟ كوزموسيتيكال. أما إذا كانت بيتا ممنوع لأنها بتتكسر وبتتحول للهيدروكينون. كيف بيشتغلوا؟ زي الهيدروكينون، they inhibit the tyrosinase بس they do not affect the tyrosinase mRNA synthesis زي الهيدروكينون. إذا بيشتغلوا كمان على التيروزينيز. أوكي. Another natural extracts اللي هو licorice extracts. licorice اللي هو سوس. licorice extracts. اللي المادة الفعالة للليكوريش extracts اللي هي جلابريدين. الاسم العلمي للليكوريش جليسرهزا جلابرا، لأنه أمرار بتشوفها بالفورميلا بهذا الاسم، فلازم تكون عارف أنه جليسرهزا جلابرا هي عبارة عن الليكوريش. بيشتغل as tyrosinase inhibitor وإله anti-inflammatory property، وزي ما حكينا إذا أنا قللت الانفلاميشن قللت الروس فورميشن، بقلل الاكتيفيشن اوف ميلانوسايتس وبالتالي بقلل البرودكشن اوف ميلانين. فأنت إذا حطيت بالفورميلا تبعتك انتي انفلاماتوري ات ويل هيلب. برضو دي ايزوليتد اذر فلافونويدز من الليكوريش ذات ار افكتيف از او حتى بيتر ذان جلابريدين as anti-inflammatory and whitening agents. هدول حفظ عليكم. هدول طبعا يعتبروا لو شفنا الستركتشر تبعتهم they have also phenol in their structure، فبالتالي صنفناهم من الفينوليك compounds other than الهيدروكينون. أول example 4-methoxyphenol، يعني إذا شفت 4-methoxyphenol عرف إنه هذا عبارة عن whitening agents، اسمه فينول يعني فيو هيدروكسي أو فينوليك كومباوندز. والميكانيزم أوف أكشن تبعته زي الميكانيزم أوف أكشن تبعت المونوبنزل إيثر، يعني أكسيدايزد إن ذا ميلانوسايتس and they produce toxic كينونز and release free radicals that will destroy الميلانوسايتس. هذا شغلهم as أو الميكانيزم أوف أكشن أوف 4-ميثوكسي بنزون. 4-isopropyl catechol برضو هذا من الفينوليك كومباوندز، وبيشتغل كمان بعمل destruction للميلانوسايت. cytotoxic يعني destroy السل اللي هي الميلانوسايت. والconcentration بتراوح بين 1-10%. الأنيزول برضو is a phenolic compound والconcentration تبعته 2% ويعتبر كمان cytotoxic يعني destroy the melanocytes. كل هدول طبعا بصنفهم drug، مش مفروض ما أشوفهم بالformula of cosmetic preparation أو حتى cosmeceutical، لأنهم زي ما بيشتغل المونوبنزل إيثر يعني they kills the melanocyte cells. ال N-acetyl 4S cyst amino phenol هذا لا، هذا بنعتبره كوزموتكس او كوزموسيتيكال. احنا حقيقه كلهم هدول نصنفهم كوزموسيتيكال، لانه بيعمل بيشتغل از ا فول سبستريت للتايروزينيز، وبالتالي التايروزينيز بيفكروا تايروسين وبيعمل له اوكسيديشن. اذا هو سبستريت للتايروزينيز، فول سبستريت، والكونسنتريشن تبعته من 3-5%. هدول examples of phenolic compounds. يعني أمرار إحنا وصارت عنا بالمؤسسة الغذاء والدواء إجت فورميلا فيها الأنيزول 4-hydroxyanisole ومش حاطها إنها active ingredients على أساس إنه إحنا مش رح ننتبه يعني. طبعا منعناه لأنه هذه أبين إنه رح يستخدمها as whitening agents، وطبعا irreversible depigmentation تعمل، فمنعناه لأنه هذا يصنف درج مش تجميل ولا تجميل حتى سيطراني. أوكي، فهدول لازم تكون عارف examples عليهم. هدول كلهم درج قلنا هذا cosmeceutical والconcentration تبعتهم. other non-phenolic compounds نبلش فيتامين سي مر علينا. طبعا قلنا البيو اكتف فورم اوف فيتامين سي هو الاسكوربيك اسيد، انهبت الميلانين برودكشن
وزي ما حكينا الكونسنتريشن تبعته هو 10% عشان يعطينا إفكت. طبعاً the most stable one of the ascorbic acid، حكينا إحنا مشكلة الأسكوربيك أسيد عنده مشكلتين، غير إنه سهل يتكسر بالمي لأنه بصير له، هو زي ما تذكرين حكينا عبارة عن lactone ring و easily hydrolyzed in water، فهاي مشكلة الستابيليتي تبعته. وتاني مشكلة كمان أكيد الأكسيديشن by light and air. فال most stable one is الأسكوربل 2 فوسفات، الأسكوربل 2 فوسفات هذا ال most stable one. إذا بدك تحط أنت فورميلا وتحط فيها فيتامين سي، حط الأسكوربل 2 فوسفات، هذا ال most stable one. Another example اللي هو الإنأسيتيل سيستين، إله inhibitory effect على التيروزينيز. السيستين أمينو أسيد صح، وحطينا على النيتروجين أسيتيل جروب، فلقينا له inhibitory effect على التيروزينيز. الكوجيك أسيد، برضو الكوجيك أسيد معروف للتريتمنت أوف أكني، فالكوجيك أسيد برضو بيشتغل as inhibition، بعمل inhibition للتيروزينيز، كمان بعمل كيليشن للكبر زي كيف الميكانيزم واحدة من البيربورتد ميكانيزم of الهيدروكينون، إنه بعمل كليشن للأكتف سايتس of the تيروزينيز اللي هي للكبر، وكمان بيشتغل أنتي أوكسيدنت، فإنه أنتي أوكسيدنت بروبرتي إنه كليشن، بعمل كليشن للكبر وبعمل إنهيبيشن للتيروزينيز. another ميكانيزم لإله، لقينا إنه الميلانوسايتس بيصير شكلها ناندندرايتك، ما إلها إيدين، ناندندرايتك ما إلها تشعبات وإيدين، أوكي؟ فبالتالي هاي كمان من الـ examples of يعني إحنا بتذكر وحكينا إذا أنت عرفت كيف البيجمنت فورميشن بتصير تقدر تصنع دواء تمنع الفورميشن of pigment. معظمهم بيشتغلوا على التيروزينيز، زي هذا مثلاً بيأثر على التشعب تاع الميلانوسايتس، بتذكر وحكينا الميلانوسايتس شكلها زي الستار وعندها دندرايتس، والدندرايتس هلا لما يتكون بيجمنت جرانيولز بتصير لها ترانسفير للاند اوف ذا دندرايتس، بعدين بتصير لها ريليز، فاذا ما في دندرايتس ما في ريليز، فبالتالي الديكريز الميلانين كونتنتس، والكونسنتريشن تبعته من 1 الى 4%. طبعا الكوجيك اسيد هو طبعا ناتشرال من الفانجس سبيشيز، بيجي من الفانجس سبيشيز. الألفا توكوفيرول فيتامين إي برضو بعمل إنهيبيشن للتيروسين هيدروكسيليز، وأدفانتج تانية زي الفيتامين سي المفروض نحطها هون كمان، فيتامين سي إت أبزورب يوفي أبزورب يوفي لايت أند أبزورب يوفي راديشن، يعني هون الأبزوربشن اليوفي راديشن أساس إنه بيشتغل كمان as sunscreen agent. نياسيناميدز برضو حكينا عنه قبل هالمرة، الفيتامين واحد من الفيتامين بي. نياسيناميدز قلنا برضو بيشتغل as inhibiting للترانسفير of melanosome from melanocytes to the keratinocytes، هو والصويا بين والساكرومايسل سيربسية، برضو مرت علينا ساكرومايسل سيربسية تاعت البيكر زيست والصويا بين والنياسيناميدز، كمان هدول بيعملوا inhibition للميلانين formation عن طريق inhibit the transfer of melanosome from the melanocytes، inhibit the transfer of melanosomes. فهيك عندك صار examples of whitening agents اللي من ضمن يعني mechanism of action، مش كلهم tyrosinase inhibitor، في ناس بيشتغل على the transfer of melanosome، في ناس بيشتغل على the dendrites تاعت the melanocytes، وفي منهم طبعا معظمهم are inhibited tyrosinase، وفي مجموعة كبيرة they kills the melanocytes، يعني cytotoxic to the cell، يعني بيعملوا destruction للميلانوسايتس عن طريق ال free radical formation. آخر example منهم اللي هو الجلوتاثيون. طبعا الجلوتاثيون عبارة عن إيش أخذنا برضو و found in our body، وبيشتغل as what
وحتى انت بتبيعه بالسوق بالصيدليات السبليمنتس لانه هو انتي اوكسيدنت. طبعا هو تراي بيبتايد يعني فيه 3 امينو اسيد، سيستين وجلايسين وجلوتاميت، سيستين وجلايسين وجلوتاميت اللي هو تراي بيبتايدز. هلا في منهم بيستخدموه توبيكال وفي منهم بيستخدموه اورال وفي اشي انجكشن. هلا احنا معظم اللي موجود بالسوق على شكل اورال سبلمنتس علشان يستخدم از انتي اوكسيدنت. الدوز از انتي اوكسيدنت 10 ملي جرام بير كيلو جرام بير دي از انتي اوكسيدنت او انتي ايجنت. طبعا اي شيء انتي اوكسيدنت هو انتي ايجنت، بس اذا بدك تستخدمه وايتنينج بدك الدوز قديش تعمله؟ من 20 ل 40 ملي جرام بير كيلو جرام بير دي، يعني عم بتضاعف الدوز من مرتين الى اربع مرات. اوكي، هاي شغله. شغله ثانيه كتير في السعوديه بيستخدموه as injection IV. طبعا هذه ال FDA banned its use as IV injection as skin whitening agents. ليش؟ لانه من السايد افكت تبعته غير السكن راش شيء اسمه ستيفنز جونسون سيندروم. ستيفنز جونسون سيندروم هذه سيندروم بتصير عند البيشنتس اللي بيستخدموه، بيصير في عندنا ابيديرمال نيكرولايسيس، يعني بيصير في عندنا الابيديرمس كانه بيطلع من السكن، بيصير في يعني هي مش كيراتوليتيك، يعني بيصير بتحس انه الابيديرمس كله، مع انه هذا الطبقه الحاميه للسكن، لانه بتتذكروا الابر لاير اوف ذا سكن هي الابيديرمس بعديها الديرمس، فبصير عندنا نيكرولايسيس للإبيديرمس. برضو بأثر على الثايرويد وبأثر على الكدني، على الكدني. فا it's not يعني preferable إنه to use the injection of glutathione. نشوف كيف بيشتغل mechanism of action as whitening agents. ممكن أستخدمه أورالي زي ما حكينا، بس بدك تزيد الدوز من 20 ل 40 ميلي جرام. بعمل direct inactivation of tyrosinase through binding أو بعمل chelation للكبر active sites of the enzyme. تاني إشي بعمل switch للميكانيزم of الإيوميلانين للفايوميلانين، بحول الإيوميلانين اللي هو black brown color into red yellow color. ليش حول الإيوميلانين لفايوميلانين؟ لأنه صارت الانفايرومنت ريتش ويث سيستين. تذكروا حكينا إحنا الفايوميلانين عشان يتحول إلى فايوميلانين لازم تكون الانفايرومنت فيها السيستين. بعمل بايند مع هذا البوليمريك فينول وبعطيني الريد يلو كالر اللي هو الفايوميلانين. بما إنه كمان أنتي أوكسيدنت فبالتالي بعمل كوينشينج للفري راديكال أند بيروكسايدز that will contribute to tyrosinase activation and melanin formation. تذكروا في البدايات أول ما حكينا عن أسباب activation of melanocytes مش بس هرمونال، كمان free radicals اللي أصلاً حتى من اللايت UV light UV radiation بعمل formation of free radicals اللي بتعمل activation للميلانوسايتس and tyrosinase enzyme وبالتالي الميلانين فورميشن. آخر ميكانيزم it modulates the depigmenting ability of melanocytotoxic agents. إذا المريض بياخد أي agents that will form ميلانين فهو بعمل modulation لهذا depigmentation ability of these melanocytotoxic agents. هدول الفور ميكانيزم of action of glutathione. بالنسبة للإفكت تبعته بس it affects the sun exposed area not the total body حتى لو أنت أخذته orally. It affects only the new melanogenesis not the existing one اللي عملها اللي هي the active one. هذا بالنسبة للجلوتاثيون. لا ضل عندنا two examples of four examples of pigmenting agents. قديش الساعة؟ نوقف عشان أنزل لكم المرة الجاية الألوبيشيا. يعني بيضل عندي هدول اللي بيعملوا. هلأ هنا خلصنا الوايتنينج ايجنتس، خلص هلأ بدنا نحكي عن اللي بيعملوا تانينج بيجمنتينج ايجنتس.
فهم يعني ما بياخذوا خمس دقائق شرحهم، المره الجايه بنكملهم اللي هم الداي هيدروكسي اسيتون والكانثازانثين والبيتا ميلانوتروبين والتايروسين بس. فخلي هدول الصفحتين المره الجايه، ومن المره الجايه بنبلش بالالوبيشيا. بنزل لكم الالوبيشيا اللي هي الهير لوس الصلع، ونشوف ايش اسبابها وكيف علاجها ان شاء الله دكتوره. ان شاء الله.